أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم. وإن الويل الهلاك الذي لا نجاة بعده ولا مفر منه. ويختلف الويل باختلاف المهدد به أو المنذر به. فإذا قال واحد ضعيف لواحد تاني الويل لك مني، يبقى هنحددها بقدرة مين؟ بقدرة الله. فإن كان أقوى مني وغفير يقول ويل لك مني، وإن كان شغل غفر يقول ويل لك مني، والعمدة والمأمور. يبقى الويل من كل مهدد به يتناسب بطشه وفتكه بقوة القائل. من الذي قال هذا؟ الله. يبقى ويل إيه شكله بقى ده؟ ويل لكل أفاك أثيم. وأفاك هو الذي يقلب الحقائق، يقلب الحقائق عمدا، مش مثلا مغدور ولا حد قال له بعدين قال والله ده سمعت ان كده، لا ده بيخلبها حقيقه ومتعمد. متعمد ليه؟ قال لك متعمد لغايتها، لانه ما دام هيعمل افك يبقى له غايه، بيعمل ليه؟ بيعمل كده قال لك علشان يصرف عن حق. وما دام يصرف عن حق يبقى الحق اللي هيصرفه ده مش هيضر واحد بس، ده هيضر مين؟ هيضر جمهره. تبقى الشر بتاعه متعدي ولا لا؟ يبقى لازم عايز عقوبة تناسب شره المتعدي إلى جميع الخلق، واللي ياخد منه أسوأ واللي يجي بعدين ولا إلى آخره. ويل لكل أفاك أثيم أو ببالغ في الإثم، لأن فيه آثم وفيه إيه؟ أثيم، زي ما فيه عالم وفيه إيه؟ عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم، ذي علم يعني صاحب علم، إنما عليم ده في ذاته العلم. نعم. طب هات يشرحوا لي من هو ده اللي ويل لكل أفاك أثيم اللي يسمع آيات الله تتلى عليه. إذا بيعرف لنا ما هو الإفك اللي على حقيقته، يكذب على بشر معقول، يكذب على أسرة معقول، يكذب على أمة الواحدة معقول، ما يكذب على العالم كله وعلى الدنيا بأنه يزور في حقائق. أهي دي بقى، يبقى كل واحد أصيب من هذا بداء يبقى وزره على مين؟ معلش. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب يا سيدي يا ريت بس ده ربنا يعني بيعامل بلطف. يصر مستكبرا كأن لم ايه؟ يصر يعني ايه؟ يعني يلتزم. مصر ده في ولذلك ايه يسموه عندنا مع سبق الاصرار، مش مثلا واحد كده اهاجه بكلمه وهو كان معاه بيصلح المسدس والمسدس في ايده ما جابوش من حته ثانيه، وايه لا ده بيصر وحضر المسدس واستنى مش عارف ايه، يبقى اسمه سبق الايه؟ الاصرار. اصرار. واللي يسبق بالاصرار ده يبقى راجل كيف جريمه، مش الجريمه وقعت له كده، لا ده كيف مدمن جريمه. نعم. فائد. ثم يصر مستكبرا. مستكبر على ايه يا اخوي؟ قال لك لانها تاتي له بمن كان يعتقد انه دونه. بقى انا هسمع الكلام ده اللي بيقول ده. الله. يبقى دخل حاجه ثانيه، اعتدى على الحق واعتدى على المحق. اعتدى على الحق في ذاته واعتدى على مين؟ المحق. يبقى عنده حاجتين ايه؟ حاجتين اثنين. ثم يصر مستكبرا. ولذلك هناك الحق يعرض لنا هذه القضية، يقول أنا جاي الدين ده الأمة العربية دي أمة كلام وفصاحة وبلاغة وعندها أسلوب أخاذ وتفهم، لما تكتبهم القرآن الحاجة دي معناها إيه؟ معناها إنهم كان لازم إيه؟ لأنهم أمة، ده ما فيش أمة من الأمم عملت معرض للكلمة إلا العرب. كل الأمة بتعمل معرض للصناعات النابغة فيها، لكن العرب عملوا إيه؟ معرض للإيه؟ للكلمة. كل سنة عكاظ زي المجنة المربد واللي مجود يدونه جوائز ويسألوا مش عارف ايه، ومش كده وبس، ويروحوا يقولوا لهم هنعلق الكلام بتاعك ده على الكعبة. يبقى دليل الكعبة دي برضه دليل ايه؟ وسيلة تعظيم. طب ما هم كانوا يرموا اصنام بيرموا في الكعبة، طب قولوا اشمعنى جابوا الكعبة بيرموا فيها الاصنام؟ يبقى لازم قبل الاصنام كان للكعبة قداسة، فلما احبوا ان الاصنام دي تاخد بعض القداسه عملوها في مكان مقدس. نعم. ولذلك هناك قالوا ايه يا سيدي؟ وقالوا يعني المستكبرين المعاندين
اللي يعرفوا الحق يجحدوه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، يعني إذا القرآن ما فيش فيه إيه؟ إلا إنه نزل على الرجل ده، مش عايزين الرجل ده. وإذا كان القرآن إن كان هذا هو الحق، طب بالله خلي العاقل كده يقول والله إن كان كلام الرجل ده حق اهديه له عشان ينتفع. إنما يقول إن كان هذا الحق فأمطر علينا وعذبني، حمق أكتر من كده إيه؟ ده بده يقول لك إنهم أعداء للحق في ذاته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو عندهم بمقاييس عظمتهم بتوع الثراء وبتوع الجاه وبتوع السياده وبتوع مش عارف، انما ده مش عاجبهم. طب ده انتوا كنتم قبل ما يقول الكلام ده حاطينه في القمه، تتحدثون بصدقه وبامانته وبي الى اخره، بدليل انكم حكمتوه في امر الكعبه المقدسه عشان هو اللي يشيل الحجر ويحط. يبقى قبل كده كان كويس وبعد كده، ولذلك تجد عجيب في تصرفاتهم معاه. يقول ده كذاب، ده ساحر، ده مش عارف ايه، ده لا. وبعدين لما يحصل الوحي يفطر شويه ولا مزيش كام شهر كده، يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلا. اشمعنى عرفت دلوقتي انه مهرب؟ في الجف عرفت انه مهرب؟ وفي الايمان لا، ده هو كذاب، ما فيش كلام من ده. الله، ان رب محمد ايه؟ قد قلا. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله، ده معنى التبشير، أن تلقي إلى الرجل خبرا يصره قبل أوانه. وخدها من البشر إيه؟ قال لك لأن البشر بيبان في الوجه، ساعة ما تقول الواحد حاجة ينبسط منها كده تلاقيه إيه؟ مش منور كده ولمع وبقى مبسوط. فخدها، طب هو تبشره بعذاب؟ قال لك اهو ده التهكم، ده الايه؟ التهكم اللي هو ايه؟ زي الراجل قاعد ينصح ابنه انه ذاكر وما ذاكرش ومش عارف ايه، وامه تتوسل له انه يذاكر والواد يلعب، يقوم ابوه يروح يشوف النتيجه يلاقي الواد ساقط، يقوم يدخل بقى ويضحك بقى، ابشر يا ابني انت ساقط. لا، ابشر، ساعه ما ابني يسمع كلمه ابشر يفهم ان جاي خبر كويس، يقول له انت ساقط. يبقى معناها ايه؟ ده تهكم، بشارة ايه؟ بشارة تهكم. وبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا، ده هو يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وبعدين لما يقعد يتبني بين نفسه كده يلاقي ايه؟ والله الكلام يعني مدخل في مخه شوية، ما هو قالها في مواجهة الله، لكن لما قعد بعيد شويه قعد كده فيبقى علم شيئا منها. ما هو قال كان لم يسمعها، لا، بعد ما قعد ايه؟ بقى سأل اكنه سمعها وقعد ايه؟ واذا علم من اياتنا شيئا اتخذه ايه؟ هزوا، تهزيء. اولئك لهم عذاب مهين. بقى لسه ايه العذاب أليم وبعدين نجيب عذاب ايه؟ مهين. الجهة منفكة، يعني مش العذاب المهين هو الأليم، لا، الأليم يعذب المادة، يعني يقعد يضربه بالكرباج لحد ما يخر دم، يقعد يشرطه، يقعد يعمل في ده المادة بتاعته. انما المهين ما يعملش حاجة في المادة، انما في النفس وكرامتها يهينه. ما هو في واحد يتنح مثلا لما يجي يتعذب، في واحد مثلا لما تقول له كلمه بصوتك كده تهينه، وفي واحد لما تقعد تضربه ولا حاجه، فدي العذاب له ايه؟ مره عذاب عظيم، مره عذاب اليم، مره عذاب مهين. فاذا نظرت الى الاليم الذي يؤلم الماده كويس، ودي تعذيب مين؟ تعذيب الرعاع اللي ما عندوش الا ايه؟ الا يخاف لا ينضرب. وعظيم تبالغ في التعذيب، برضه تعذيب المادة. ومهم تعذيبه تعذيب النفس بقى، اللي عامل قايم ده تشوفه كده متجرجر، والفتوة بقى اللي كان اسمها مكوع الحي ولا بتاعه، يشوف العسكري وهو جايبه من قفاه كده ايه؟
يطلع عمال يدعو يبقى دي ايه بس بزياده عليهم انه جايبه بقى عمال يشد قدام الناس كده اللي كان عامل عليهم فتح وبس من غير لا يضربه ايه ولا يعمل فيبقى ده اسمه عذاب بايه مهين. اتخذها ايه تهزيئا هو الاصل تهزيئ انما جاب المصدر تاهزه فسمى التهزيئ ايه الهزو نفسه زي ما تقول فلان عادل معقول موصوف بالعدل اذا ما عايش تبالغ فيه تقول فلان عدل يعني كانه ايه مجسم عدل مش عادل لان العادل صفه ملصوقه بموصوف انما هو عدل تبقى الكيان بتاعه كله ايه كان كله عدل. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. طب والعلم ده كان ازاي مع انه هو فر مصابيه كان بيسمعها وقال له ايه بيقول لك في ثروه اللباب والعناد ساعه ما تيجي تخلي تغليف الحكم على الاشياء وبعدين لما يقعد بينه وبينه كده بعد ما تهدى الشره كده يقعد يعيد المسائل على ايه على نفسه. ولذلك الحق انصف العرب قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من راي الجماهير راي الجماهير ده ملوش ايه لان الجماهير المبطن تايه في الحق ما نعرف مين اللي قال الحق زي المظاهرات ما عرفناش مين اللي هتف بالهتاف الوحش ودخل ببعضه انما هات فرادى واقعد كده وقول للراجل ده ايه ابحثوا كده بعقلك انتم اثنين او واحد واحد كل واحد يبحث من واحد لما تقعدوا اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنه. طب الجنه هي دي ايه؟ ده الجنه صدور حركه عن غير طريق العقل انما حاجه مرت على العقل يقول لك لا دي وحشه. يبقى المجنون بيعمل ايه؟ بيجدر حركات بجوارحه من غير ان تمر على الايه؟ على العقل. طب كويس قوي لما ما تمرش على العقل يبقى المقاييس صح ولا مش صح؟ لا ما هي الصح لان العقل مسمى التسميه بتاعته نفسه. لذلك الذين يشردون في ارائهم ويعملوا العقل هو السلطان نقول يا اخي ده كلمه العقل نفسه مأخوذة من العقال يعني عقله في التفكير عقل يعقل الحاجات ما تكتبهاش كده ما تاخدهاش رم. فلما يقعد كده ويعمل كده يقوم يلاقيها على حق لكن كبرياء يمنعه ايه. ولذلك الذي يدل على ذلك انهم احسوها في نفوسهم المتكبرين الذين ارادوا ان لا تشيع كلمه الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه القران قالوا ايه عشان تعرف لا تسمعوا لهذا القرآن لكنهم واثقين انهم لو سمعوا سيأخذهم القرآن بأسره ومش بس ما تسمعوش هرجوا فيه والغوا فيه ساعة ما يسمعوا يقولوا هرجوا يقولوا كلام كده عشان تيه. فلو لم يكونوا معتقدين ان اسلوب القرآن يأسر الألباب ويؤثر فيها ما قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا ايه الكلمة دي نفسها تدل على ان القرآن له ايه له التأثير في النفس الفطرية اللي مش مغلفة بنوازع الشر او بنوازع الانتفاع بايه بانفلات النفس من قيود الحق. شوف بقى قال خليهم يقولوا اللي يقولوه احنا وراهم فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وإذا من ورائهم جهنم هم فاهمين إيه دلوقتي؟ إن إحنا نسيبهم كده؟ أبدا ده إحنا من ورائهم جهنم. كلمة وراء دي اللي في اللغة لها يعني معاني كتيرة. إحنا أول ما نسمع وراء يعني خلف. يعني ضد أمام. لكن استعمالها في القرآن الدائم لها معاني متعددة. مثلا أنزلنا عليهم فنبذوه وراء ظهورهم
يبقى ده معروف انهم خلوه ايه ما خلوش امام عينيهم كده. طب دي معقوله؟ يبقى وراء ظهورهم جاء متفقه مع المعنى الايه مع المعنى العام وراء، ولذلك وراءهم ظهريا. ده كلام طيب. طب واذا مثلا قرات قول الحق سبحانه وتعالى من ورائه جهنم، هي جهنم وراءه ولا قدامه مستجيانه؟ قال لك لا، يطلق الوراء على كل شيء فيه شيء وراءه، ولسه مستقبل الزمن جاي ما حصلش لسه بقى، بدليل آية الكهف. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده الملك قاعد على الشط ينتظر كل سفينة مر كويسة صالحة ياخدها. طب ايه من ورائهم؟ مش من ورائهم، يبقى من أمامهم. ومن ورائهم ده أنهم يبقى جاي، يبقى خدت من الوراء هو الشيء الذي يوجد وضعه ما يواريه، والذي يري حجاب العلم ايه؟ إما زمن وإما مكان. احنا موجودين في مكان واحد دلوقتي، فاللي موجود في المكان احنا مشاهدينه مش غيب عنا، انما اللي مش موجود في المكان يبقى غيب ايه؟ يبقى الغيب اللي حصل في غير هذا المحجوب عنا بحجاب ايه؟ المكان. ما احنا شويه. طب ولما حدث عن شيء في المستقبل اللي حاجب المستقبل عنه لا اقدرش اتكلم عنه، حجاب ايه؟ الزمان بقى. طب والماضي؟ قال لك والماضي يبقى اذا حجاب الحقائق ثلاث، ان كان زمنا ماضيا فالحجاب الزمن، وان كان زمن حاضر يبقى غير عنه لانه مش في مكانه. لو كان الزمن ده هو موجود يبقى اعرفه. طب وان كان في المستقبل يبقى برضه حجاب الزمن الايه؟ المستقبل. علم الحق سبحانه وتعالى يخرق كل هذه الحجب، فيجيب الماضي يخليه لك حاضر. يقول ولذلك القرآن يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى ربنا جاب له الماضي إيه؟ يخليها بقى إيه؟ حاضر. طب على الأول، طب هات المستقبل برضو حجاب الزمن، والمستقبل هو اللي حايش الحاجات اللي هتحصل بكرة واللي هتحصل بعد ما نعرفها، يقول لك ده حجاب. لكن الله يخلقه ازاي؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتصرت فارس على الروم، كانوا حضرتين اثنين معاصرين لظهور الإسلام، حضرت فارس وحضرت الروم. فارس مش متدينة خالص، الروم بيدينوا بالله ويؤمنوا بالرسل وكل حاجة. فكم من حظ الاسلام وحظ محمد واصحابه ان مين اللي ينتصر؟ الروم، لانها على الاقل لها علاقه بالسماء، ايمان باله وايمان برسول ومش عارف. وقعدوا يتوهموا بقى، وابو بكر زعلوا يقولوا شوف يا عم انتصرت فارس وعنده بقى، والنبي زعل والصحابه زعلوا، فانزل الله عليه قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ده سين من الاستقبال، سيغلبون بقى مستقبل، والنبي حكم زي ما قال ربنا مين هيغلبوا؟ الروم هتغلب، بس مش دلوقتي، في بضع سنين، والبضع من كام لكام؟ لحد تسعة، مش من ستة لتسعة؟ الله. يبقى ازاي واحد قاعد في جزيرة العرب ويحكم على معركة تأتي بعد سبع سنين ويقول لك الروح هينتصر؟ يمكن لو قال ده بكرة هينتصر ونعرف ان في مدد ولا اي حاجة، انما سبع سنين ويحكم بان الروح هتنتصر ويعلنها قرآن وقرآن يتلى في كل صلاة ويعرف الخصوم؟ الله.
ده لازم يوافق تمام الثقة من أن الذي قال له قال صدقا وقال حقا. ولذلك قالوا لو كان عنده شك بس يقول لك ده بيحصل ما تحصلش وبعدين يمسكوا لنا مش عارف ايه، لا يقراها كده ألف لام من غلبة الروم في أدوار من بعد غلب. وأبو بكر يعمل رهن عليه، ده أبو بكر يعمل رهن عليها، ده ثقة في ايه؟ فأنها وقعة. يبقى رسول الله أعلنها ثقة في من قالها وهو الله، وسيد أبو بكر رهن عليها لأن محمد ايه قالها. وبعد ذلك قعدوا ينتظروا من بعد سنين، بعد 7 سنين من الذي يستطيع أن يحكم على نهاية معركة بين قوتين عظمين بعد 7 سنين؟ انت عارف الظروف ايه اللي حدد؟ ما تعرفش، انما الذي قال خرق حجاب الزمن المستقبل. ومن العجيب ان الصدف في نصر الروم على فارس على الفرس نصر المؤمنين على الكفار في موقعة بدر، فقال الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى ده خرق لمين؟ خرق لحجاب الزمن الايه؟ المستقبل. من ورائه جهنم، يعني ايه مستقبله هتجيله جهنم، هو ده بيقول من ورائه، يبقى زي ما احنا نقول وراك وراك، وان كنت بتهدده بحاجه لسه هتحصل، ما هو وراك مع دليل ايه؟ من ورائه جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. يغني عنهم يعني يدفع عنهم شر ما هم فيه من اللي كسبوه في الماضي، من ولايه من عباده للاصنام، من تأليه لخلق الله، دي مش هتغنيهم. ليه؟ لان اللي عبدوهم لا يضرهم ولا ينفعهم، بدليل ان لما تحصل حاجه للصنم ان يجمعوا نفسهم يقولوا والله ايه نجبر الصنم احسن دراعه، والهوى وقعه، الهوى وقع دراعه، ويقعدوا بقى يجيبوا يصلبوه ويعملوا له خرق ويحطوا له مسمار ومش عارف. الله ده ايه بقى؟ يبقى اذا المساله دي امال ايه الخيبه اللي هم واقفين فيها دي؟ قال لك لانهم بدهم يرضوا نفسهم بانهم تدينوا لغير مكلف، امنوا من ايه؟ لا كلفهم بحاجه ولا قال لهم ما تعملوش دي ولا يقف امامهم ابدا. يبقى حلو ده دين، ده دين ايه دي؟ دين حلو قوي. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، في كسبوا وفي اكتسبوا. عادة في الشر نقول اكتسبوا، لها ما كسبت ايه؟ عليها ما اكتسبت. اكتسبت فيها افتعال، لأن الذي يعمل المعصية مكتسب مش كاسب. مكتسب يعني يتعمد بقى ينفعل زي يقول واحد مثلا بيحب يبص كده في الحريم مثلا، والحريم اللي قدامه حلوه دي في وسط اهلها، يوم يعمل ايه؟ يوم يحتلم ينظر لها ولا حد شايفه. شوف بقى بيراقب كل العيون علشان تلاقي بقى فتره ما فيش حد شايفك وتبص. يبقى دي اللي عايز عمليه ولا مش عايز؟ انما الحلال بناته قدامه ولا الستات بتوعه ولا محارمه قاعدين، مش يبصوا زي ما هو عايز، انما التاني يعمل ايه؟ يقعد بقى يتحايل على العمليه وبتاع، ويقعد يتحايل على الايه؟ اللص اللي عايز يسرق، يقعد يحتال على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي، وبعدين ما يقدرش يضبط الجريمه. معناها الجريمه المثاليه مش ممكن، لازم تفلت منه ايه؟ لازم تفلت منه حاجه هي المنتج لوصول الحق في المحقق. ولذلك وكيل النيابه الشاطر يعمل ايه؟ يقعد يقلب في المجرم ولا يقلب في الشهود لحد ما يوقعهم وقع ويفهم منهم الايه؟ يفهم منهم الحقيقه. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طب وكسبوا دي ده اكتسبوا، هم قال لك اصل بقت حكايه الشر دي ما تتعبهمش. ليه؟ لانه مرن وتمرد عليه مرن، انما حكايه الشر دي تتعب اللي لسه بادئ في الروضه، انما بقى المجرم اللي هو عارف اللي يبقى كسب. وايضا لانه حين يعمل المعصيه في واحد نفسه تحدثه بالمعصيه ينحرف، انما لما يعملها يندم لا يعتبرها كسبا، ويمكن يضرب نفسه يقول يا ريتني ما عملت الشيء الفلاني دي، وتقعد مع كلمه عليه وتقعد مش عارف.
انما الفائد يقول لك يا سلام احنا صيامنا ليله امبارح، اما سهره كانت ايه وايه وايه، وهم مبسوط عاملها مكسب دي، انما دوك عملها خساره، دوك عملها خساره. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء، اللي هم اللي عبدوهم ومش عارف ايه. وقال لك بدليل ان واحد منهم لما يقع في مأزق واسبابه لا تنجيه من هذا المأزق، قال لك غصب عنه بفطرته يقول يا رب. قال لك اشمعنى دلوقتي قلت يا رب؟ لانه لما يقول يا هبل يقول هو عارف ان هبل مش هيجيب، فيقول يعمل ايه؟ يقول يا رب. ولذلك هناك واذا مس لهم دعوا ربهم منيبين اليه. ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم، مش بس ما يغنيش عنهم، ده لهم عذاب ايه عظيم زي ما قلنا. هذا هدى منهج الله الذي يخلصنا من هذه الاشياء، الهدى بتاعنا. ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل الى الغايه بغير احراج نفس في معصيه يعصاها، هذا الهدى. ولذلك هناك الايه في اول هناك في السوره يقول لك اولئك على هدى من ربهم. لو نظرت الى الاسلوب نفسه، المنهج بيخليني ايه؟ اغلط على نفسي واعمل الشيء. فكأن المنهج هو اللي عليا، يعني يقول لك اعمل كذا اعمل كذا، لكن يقول لك ده مش فاهمين. ده المنهج نفسه الهدى هو اللي بيحملهم الى طريق الخير، يبقى هم اللي راكبين الهدى، والهدى هو اللي بيوصلهم الى الطريق على الهدى. هم على الايه؟ مش الهدى جاي ضدهم، ده هو الهدى جاي عشان يركبوا عليه يوصلهم الى الغايه الايه؟ المؤكدة، الفائدة غير منقطعة النتيجة. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم هو رب وإن لم يقولوا. نحن قلنا عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية نفع لربي، وعطاء الألوهية ايه؟ تكليف. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. عذاب، ما هو العذاب؟ تأليم إيلام الحي، اسمه ايه؟ عذاب. طيب كويس قوي. هناك بقى في كلمة عذاب دي حلت إشكالات كتيرة قوي. يعني مثلا اجتمعوا كثير من رجال القضاء المستشارين قال لك ما فيش آية فيها رجم، انما فيها جلد بس. انت الرجل ليه يا ناس؟ واخدين كلام من بتوع التنوير اللي ضد الاسلام. امال ايه؟ ام قال لك لان ربنا بيقول على الامة فعليهم نصف ما على الايه؟ من العذاب، من المحصنات من العذاب، والرجل لا ينصف. طب تنصف الرجل ازاي بقى؟ يبقى اللي ينصف الجلد، دي 100 جلدة تبقى دي 50، ولما بقى نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى ما فيش الا الرجل ما يتنصفش. ما دام ما يتنصفش يبقى الآية فيها كلام. يقول له بقى انت ما خدتش بالك، ده بيقول نصف ما على المحصنات وسكت، وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مش نصف ما على المحصنات المطلقة. وما هو العذاب؟ إيلام الحي. لكن الرجم إماتة، يبقى إيلام الحي في إيه؟ في إنه ينجلد بس، يبقى تاخد 50 جلدة بدل 100. إنما اللي ما فيش فيه عذاب ده الرجم. وهو قال نصف ما على المحصنات من إيه؟ شوف حددها إيه من بين، نصف ما على المحصنات من العذاب. أم قال لك هو الرجم مش عذاب؟ أم قال لك لا، ده ذهاب بالحياة التي تتعذب. بدليل إن ربنا لما اتكلم عن حال الهدهد مع سيدنا سليمان
وسليمان قعد في المجلس بتاعه. وبعدين بقى اتعرض بقى الجنود وكله الجن والطير انبسطوا بقى مكان الهدهد ايه خالي. فقال ايه ما لي ولا ارى الهدهد. طب وانت انت بتسالنا احنا؟ طب ده انت بتقولين انت ليه ما بتشوفوش؟ ما لي بيتعجب من حال نفسه مش شايفه ليه؟ فكان بيقول ده لازم يكون موجود بس انا اللي مش شايفه مش متصور ان هو مش ايه مش موجود. وبعدين بيجي وقال له اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه اهي او لا اذبحنه دي اللي حلت الاشكال. اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه يعني موته. يبقى اذا العذاب مش هو الايه مش هو الايه الاماته. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم. احنا قلنا كفروا بآيات الله يعني ستروها. اذا انت موجود شيء بيستر الآيات اللي جايه كفروا بالله ستروه. والستر لا يكون الا لموجود اولا ثم يستر. فكأن الايمان اصل في النفس. وبعدين لما يجي الكفر هو اللي بيستر الايه هو اللي بيستر الايمان. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز. رجز عذاب الهبط اللي رجز ايه عذاب قوي وبرضو أليم مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر. التسخير معناه ان المسخر وهم بخدمة المسخر له. لذلك ده نظام سخرة وبدون أجر. وكان بأجر ما يبقاش تسخير. سخر البحر. طب البحر ربنا سخره لأن البحر يخاطب كل كائن باللغة التي. ولذلك تجد هذه واضحة في قوله سبحانه لما جه الجماعة اليهود يقتلوا الإسرائيليين الأطفال. فربنا قال من أم موسى إيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الإيه أبي يطمن الأم. طب بالله أي أم كده لو قلت لها إذا خفت ابنك ارميه في البحر بالله تسمع تسمعش الكلام ده. إنما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان. ساعة ما سمعت كده قال يا رحمة الله وفعلا عملت منه. وبعدين جاء الآية الثانية قال إيه قبل ما إذا خفت اعمل العملية دي يبقى قبل ما قبل الحكامة تحت. لكن ساعة الحكامة حصلت وعمالين بيهجروا وياخدوا الإيه الأولاد. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. اطمئني القيه في اليم لانني امرت اليم ان يلقيه بالساحل فليلقيه اليم بالساحل. يعني صدرت اوامري للبحر انه يعمل ايه ما يدخلوش في الغميق لا يقعد يزحزحه كده لحد ما يروح ايه الساحل. وبعدين قم فرعون ياخدوه يعملوا فيه الايه العمليه دي. يبقى لله امر لكل كائن. ولذلك السماء والارض يقول لك واذنت لربها اذنت. يعني بس تسمع منه هو عايز ايه وبعدين تروح منفذه. بيكلمها ازاي مش احنا بقى قالها هو يكلمها هو خالقها هو هو ايه يخاطب زي ما خاطب الهدى وخاطب النام وكل كل. الله الذي سخر لكم البحر. علة التسخير بينها ربنا. الواضح منها اولا كده بنستاد منه سمك مش كده تاكلون ايه لحما طرية لحم طازه كده حلو. وبعدين قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها. ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير قام قال لك طب اشرب منه ايه لؤلؤ ولا حاجات اغلب الذهب. قام قال لك بنص القران غير الذهب وال مفيش فيه لأن قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها. ما دام قال كده يبقى ده ليه؟ قال لك لأن ده مش نقد ما بيحصلش إن فيه نقد لؤلؤ.
وحرم الذهب عشان هو نقد دينار ومش عارف وجنهات وبتاع وحاجات دي، ما يبقاش يبقى نقد قدام الناس كده وبتاع وحاجات دي، وبعدين تلبسه. يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطه في الايه؟ في الانتاج والايه؟ والاستهلاك. تستخرجون منه حليه تلبسونها بس كده. طب وترى الفلك ايه؟ تمخر البحر كده فيه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. اهي بامره دي جايه في اول سفينه ربنا علمها لسيدنا نوح. ويصنع الفلك ايه؟ اصنع الفلك باعيننا احنا فلك زي رسطة ما هي قف قدام السماء ايه هولها قدام انا شايفة انا غلطت في حاجة على طبعهم. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. لان احنا ما يدينا المهمة هتودوكوا في ده. طيب لما جه قال وحملناه على ذات الواح ودسور. الواح يعني خشب، ودسر يعني حبال متربطة بخشب، ما كانش لسه المسامير مت. ولذلك الرجل اللي عمل شوية من البرد ده عشان يمشي فيها الأمريكا دي وما عملش مسامير كلها مربوطة بإيه؟ حبال. نشوف بقى طب السفينة تمشي إزاي على البحر. أم قال لك لابد لها من أشياء في التسخير. أولا الماء لازم يكون فيه مروعة عشان ان الهواء عمل كده تويم ويقوم الهواء يضغط من هنا يقب من هنا السائل، لو جامد ما يحصلش. يبقى الماء لازم فيه سيولة كويس كده كده يبقى الماء فيه سيولة. ادي واحد. ثانيا ما يبقاش فيه مزوجة، لان لازم السيولة تبقى لها قدر ما ينسقش بالشيء اللي هيعود. ثالثا ان الكثافه بتاعته تبقى اقل من النوم. يبقى عشان يسخن الفول كده قبل ما نركبها لازم يكون فيها الاشياء الايه؟ الشيء الثلاثه دي اللي بيسموا الماء المزاج والنظريات بقى اللي هي ايه؟ اللي ايوه. ولذلك انت لما تجيب حته معدن وترميها في البحر تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط، تروح للقعر. طب خد المعدن ده نفسه بكتلته وترك طرقه زي الصفيحه كده ويرميه يعوم. طب ليه بقى خد منهم دي؟ قام قال لك لان كثافته محدده الحجم. كل الكثافه بتاعته ما تكون في حجم قليل ايه؟ ينزل. الكثافه بتاعته ما دام تلبسه كده وتبقى زي الصفيحه يبقى يعوم. يبقى احنا عايزين الخشب عشان يبقى خد الماء المجاز زي ما بنقول يعني. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. ولذلك قال ايه؟ بسم الله مجريها ومرساها. ولتبتغوا من فضله، تجاره مشوار للروح ومش عارف ايه ولا اخره. ولعلكم تشكرون، ان يديكم طعام وفيه كتب حياه استبقاء، ويديكوا حاجات طرف لؤلؤ المخروم ولا اللؤلؤ والايه؟ والمرجان. وتركبوه عشان تروحوا اي حته تبتغوا فيها ايه؟ تبتغوا فيها الايه؟ رزقكم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل ما تصادف نعمه كده ايه؟ تقول لازم تقول الحمد لله. ولذلك برضه علمها لنا في وسائل المواصلات برضه الثانيه. اذا استعنتم على ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. بقى نقلنا من البحر للايه؟ للسماء والايه؟ والارض. سخرها لنا وان لم نكن نعلم ما سخرت فيه قديما، انما كل يوم من ايه؟ بنكتشف حاجه، كل يوم بنكتشف حاجه لسه سنريهم اياتنا في الايه؟ في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه
إن في ذلك لآيات، برضو كرر لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني ما بيأخذوش المسائل كده أخذ يعني سطحي، بل يفكر في الحاجة. ومن يفكر في الحاجة يقول له يعمل أشياء كانت مدرية عليه، إيه اللي عمل دي قبل ما البشر ما اخترعهاش، ده هو اللي برضو قال لنا. وعلشان بقى تعرف إن فيه بقى عظمة بتخبر، سألنا متى وجد في الفلك الحاجات العملاقة اللي لها أدوار عالية دي؟ وجدناها في أواخر القرن الثامن عشر، وكانت كل السفن إيه؟ عبارة عن السطح كده وبس خلاص، إنما ما فيهاش إيه؟ أدوار. طب بس ما دام كده ما كانش، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما مشيش في البحر، وبعد ذلك يقول القرآن يتلى يتلى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام زي الجبال. طب هي كالأعلام إمتى الكلام ده؟ قريب خالص. وكان يوم سيدنا ما فيش حاجات من دي، يعني دي ايه من دي ايه؟ يجي لك القرآن كده يروح لقط لقطة كده خفافة كده عشان تعرف انه ايه؟ ان اللقاء القديم عارف ما ايه؟ ما يجده في الايه، ان المسائل كلها عنده ايه؟ المكت موجود. وله الجوار المنشآت في البحر، وكلمة المنشآت يعني كده. وهناك برضو ده في السفن، هناك آية تانية في القرآن برضو بتقول لك الأسانسير ما جاش إلا إيه؟ إلا في القرن، في أوائل القرن العشرين. لكن لما نقرأ القرآن نقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. طب المعارج دي إمتى يا أخوي؟ صدق رسول الله وصدق الله الذي بلغ رسوله.